عارفين الحكومة ترشح بنا قائد الجبهة الشعبية للانتخابات البلدية بالبربة. أنا نحب نغير من بلديتي، أنا نحب نبدأ ساعة برسالة نوجهها لأهالينا في منطقة البربة. نحب نقول للناس الكل يجيو نهار الانتخابات البلدية، يجيو انتخبوا، خاطر راكم أنتوما اللي باش تغيروا من بلديتكم، أنتوما باش تغيروا من المنطقة نتاعكم، ماناش نحنا وحدنا اللي باش نغيروا، خاطر نحنا بلاش بكم أنتوما ما نجمو نعملوا حتى شيء. تبرب المشاكل البلدية نتاعها قديمة متجددة، قديمة من قبل ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي، وقاعدة نفس المشاكل في البلدية نتاع تبرب. نحنا اليوم مترشحين ضمن قائمة الجبهة الشعبية، ماناش باش نجيبوا حلول وهمية، وماناش باش نجيبوا حلول اللي هي معناها باش نقولوا رانا باش نخلقوا ثورة في بلدية تبرب ولا لا، مش هذا، بالعكس نحن جايين اليوم باش نكونوا رانا باش نكونوا مع أبناء المنطقة نتاعنا، مع أبناء البلدية نتاعنا، ماناش باش ننتهجوا نفس السياسات اللي كانوا ينتهجوا فيها اللي قبلنا، معناها سلطة القرار يؤخذ من السلطة ويطبق على أبناء الشعب، لا، نحن كلنا باش ناخذوا القرار مع بعضنا في كافة المسائل اللي تهم أبناء المنطقة نتاعنا، نبداوها من الأراضي الدولية، من دستور النقل، من البنية التحتية، كل المشاكل العالقة وكل المشاكل القديمة المتجددة اللي تهم أبناء المنطقة نتاعنا، نعاود نقول لهم يجيو صوتوا، يجيو انتخبوا الناس اللي تمثلكم حقيقة، يجيو انتخبوا الناس اللي ما توقفوش عليكم سلطة القرار، يجيو انتخبوا الناس اللي تشارككم في أخذ القرار.